يعني استثمار أصبح مستحيل في بوجدور في قطاع الصين. هذا الوضع يبقى كما هو، بوجدور مقصية، الشركات والمصانع واقفة، وهذا عار. عندنا تصنف ثاني مدينة من كوبا، وعندها مؤهلات وعندها خيرات طبيعية وخيرات بشرية. أهلا وسهلا مرة أخرى مشاهدينا الكرام. جميعك يتذكر أنه في سنة 2015 بالضبط في نوانبير بمدينة العيون تم تقديم المخطط التنموي للأقاليم الصحراوية أمام الملك محمد السادس. مجموع المشاريع الخاصة التي قدمت كان يصل إلى 71 مشروع من القطاع الخاص التي قدمها الاتحاد العام لمقاولة المغرب، إلى جانب طبعا المشاريع ذات الصبغة العمومية أو التي قامت بها وتكلفت بها السلطات العمومية. من بين هذه 71 مشروع خاص لم يتحقق أو لم يتم تنزيل أي مشروع باستثناء مشروع واحد الذي يتعلق بتثمين المنتجات البحرية بمدينة بوجدور إقليم التحدي. ورغم ذلك فهذا المشروع ما زال يتعثر وما زال لم يجد طريقه إلى يعني إلى التحقيق. غادي تتابعوا معنا خلال هذا الفيديو هذا كيف يتحدث سيد أحمد محمود التروزي، هو رئيس المجلس الإقليمي السابق لمدينة بوجدور وأيضا عضو المجلس الملكي استشاري للشؤون الصحراوية، وأيضا هو أحد أعيان قبائل الصحراء بالضبط قبيلة العروسيين. هذا المصنع الذي يعني تم ضخ فيه تقريبا 500 مليون درهم ومن المقرر أن يشغل حوالي 3000 مستخدم بإقليم بوجدور، هذا الإقليم الذي يصفه بأنه إقليم منكوب. مدينة بوجدور كما لا أخفى على الجميع من مناطق الأقاليم الجنوبية، وهي مدينة مهمة وقطب اقتصادي مهم تظهر بالكثير من المؤهلات الطبيعية، حيث توجد بها أكبر مصايد لأسماك السطحية الصغيرة ومصايد الرخويات وكذلك مصايد القشريات، وتظهر أيضا بموارد بشرية هامة جدا مختلطة من جميع ساكنة المغرب، وتعتمد في جل أعمالها على الصيد البحري. إذن الصيد البحري هو العمود الفقري للاقتصاد مدينة بوجدور، وبالتالي في ميناء بوجدور الذي كنا طالبنا به سابقا كان يعني تم تدشينه من طرف جلالة الملك نصره الله، وكانت فرحة عارمة للمواطنين، فرحة كبيرة لأنه سيقير واقع المدينة من حال إلى حال أفضل، وبالتالي عقدت الساكنة آمال كبيرة عليه ومهمة جدا، وتم العمل به رسميا في أواخر 2012، يعني بدأ الاشتغال رسميا في أواخر 2012. وكانت الساكنة تطمح إلى صناعة محلية يمكنها أن تستوعب اليد العاملة الموجودة في الإقليم، ويمكن تأهيل أيضا هذه اليد العاملة عن طريق الشركات التي تريد أن تستثمر، وهذا ما كنا نسطر له نحن داخل الجمعية في إطار يعني جميع الشركات المنضوية تحت لوائنا كانت لديها خطط وبرامج للاستفادة من هذا التكوين بشراكة مع لانابيك وكالة إنعاش الكفاءات، يعني كانت لدينا شراكات معهم باش نأهلوا الشباب ونشوف هذه المقاربة. فوجئنا الحقيقة بأن الوزارة قامت بمعاهدات مع مستثمرين من خارج الإقليم في سنة 2010، إذن سنتين قبل افتتاح الميناء، وهذه المعاهدات تهم إعطاء حصة 45 ألف طن لهذه الشركات من أجل يعني تصديرها خارج إقليم بوجدور. كانت هذه حقيقة صدمة للمواطنين وصدمة للساكنة وصدمة للمستثمرين المحليين، ولكن لا بأس، ذهبت الأمور كما أراد الله تبارك وتعالى أن تكون. وبالفعل بعد افتتاح الميناء مباشرة، لا يعني قبل افتتاح الميناء في نظرك ما العيب أنه تعطى المستثمرين من خارج بوجدور؟ لا عيب، نحن هنا نسجل واحد النقطة على أننا لسنا ضد الشركات القادمة من خارج بوجدور، ولكن بوجدور كما أشرت لك لديها موارد بشرية مهمة ولديها حقها في التنمية. إذن البداية لابد من المشاريع تنطلق من المدينة، ولابد بعد استيفاء المدينة لحاجياتها من هذه الثروة السمكية التي تظهر بها منطقة يمكن تصديرها خارج مدينة بوجدور. هذا يعني لا غرو في ذلك، هذا نسجله ونحن نرحب بجميع الاستثمارات ولكن داخل بوجدور، ولكن إن لم تكن متوفرة فلا بأس من يعني تصديرها خارج بوجدور لأقاليم أخرى.
لان العمود الفقري للاقتصاد ما كاين اقتصاد من غير الصيد البحري في بوجدو. شنو كاين؟ الدوله لا يمكنها بحدها ان تبقى تعطي في الكرطيات وتعطي في الوظائف، غير ممكن، فهمتني، استيعاب هذه الاعداد الهائله من الثروه البشريه اللي هي ثروه خاصها تستغل ايجابا وليس سلبا. نعم، احنا درنا دراسه جدوى وقبضنا التراخيص يعني لبدايه الاشغال، بما اننا هاي جميع الوحدات اللي تكلمت لك عنها عندها تراخيص مؤقته من الوزاره، بما ان لديها تراخيص اذا لديها حق في الولوج الى المصايد الى ما كان عندها الحق قبل ما تعطيها موافقه مبدئيه وتبدا تستثمر. يعني شك كل يونيتي كتجي تخسر 50 مليون ديال الدرهم، 70 مليون ديال الدرهم، 80 مليون ديال الدرهم، ما يمكن لك تخسر الا ما كان عندك ترخيص. اذا انت درت الدراسه ديالك وعارف عن كاين هناك امكانيات، احنا المشكل اللي كاين الان هو انت تعطي ترخيص وبالتالي تمنع الناس من الولوج للمصايد. الحقيقه هي اكراهات يعني ممكن التغلب عليها اذا كانت هناك اراده جاده من اجل التغلب عليها، لان كما اشرنا سابقا هذه الحصه اللي انعطت الشركات خارج الاقليم اللي تقدر ب 44 الف طن و500 كانت النتيجه ديال هذه الحصه جابت 17 باخره من خارج الاقليم ايضا. بورداطاش لا ما عندها اي علاقه بالبورداطاش في بوجدور، وهذه بدات شغاله في بوجدور يعني تعمل في بوجدور. هذه الاسماك التي يتم اصطيادها من طرف هاي 17 باخره تمشي مباشره خارج بوجدور. اذا ماذا استفاد بوجدور من الميناء؟ لا شيء، يعني ليس هناك تثمين للمنتوج داخل بوجدور، وبالتالي ليس هناك معامل داخل بوجدور لتصنيع هذه الاسماك ولي يمكن ان يكون هناك تاثير ايجابي على الساكنه. مؤخرا في 2021 انضافت حصه اخرى 12500 طن للشركات ايضا خارج بوجدور مع اقصاء الوحدات المتواجده في بوجدور، وهذا شيء غير مقبول. 12500 انزادت على 44500 وبالتالي اصبح لنا 57000 طن مصطاده في بوجدور وماشي خارج بوجدور بدون انعكاس على الساكنه. هذا مشكل حقيقي. يعني اذا 44000 طن الاولى جابت 17 باخره هي اللي كتصطادها، و 12500 طن الثانيه جات 5 البواخر اخرى، يعني اصبح مجموع البواخر 22 باخره اصطاد في ميناء بوجدور اللي هو صغير ولا كاباسيتي ديالو محدوده. اذا ماذا تبقى لمصانع بوجدور لكي تعمل؟ وهذو كاملين من خارج الاقليم، من خارج اقليم بوجدور. هذا غير ممكن. اذا الساكنه شنو ولات كتقول؟ يعني اصلا حتى الميناء شنو كيستافد؟ لا شيء. يعني الساكنة بدأت كتساءل، إذا ميناء بوجدور أصبحت قنطرة عبور من البحر إلى مصانع خارج بوجدور، هذا إشكال. يعني ما كاينش العائد ديال هاد الثروة تماما داخل المدينة. تماما، ليس هناك عائد على من هاي الثروة على المدينة، وبالتالي احنا بدلا من نمو مدينة بدينا نخلقوها كنكبة، يعني تصبح مدينة منكوبة. والتصنيفات ديال الوزارة الداخلية اعتبرت بوجدور ثاني مدينة منكوبة من بعد الحسيمة، وهذا عار. عندنا تصنف ثاني مدينة منكوبة وعندها مؤهلات وعندها خيرات طبيعية وخيرات بشرية. إذا علاش تكون مدينة منكوبة؟ احنا عندنا الإمكانيات باش نخدموا الناس، عندنا إمكانيات الاستثمار. راسلنا الوزارة وكانت لدينا أمال على أن تكون عندنا يكون أن فيدباك اللي هو بوزيتيف، موقع هذا الفيدباك يعني ما كاين رد فعل إيجابي، وبالتالي احنا كنا بروسنا مواعدين عنهم غادي يعطونا حصتنا، ما عطاونا والو. جا لابيل دوفر الاخير اللي سماوه امي. علاش داروه ان ابيل ا مانيفيستاسيون دانتيري بدلا من يكون ابيل دوفر بيبليك؟ لان ابيل دوفر بيبليك خاصو يكون طلب عروض مقنن اللي ريجي بار دي لوا ستريكت. اذا باش يمرقوا من هذا الطابع القانوني ديالهم صناع هذه السياسه، فهمتني، داروا ان امي، ما يقولولوش ابيل دوفر بيبليك باش ما يتحكموش بديك القوانين. وبالتالي احنا يمكننا اللجوء لمصادر اخرى، ولكن احنا ولاد الناس، احنا ما يمكننا نصطدموا مع الدوله، احنا ما يمكننا نجوا نقوموا ماشيين وداخل، احنا خاصنا نمشوا وحده بوحده مع الاداره حتى يمكن لها تتجاوب معنا. والما الحمد لله الدوله ماشي عنصر واحد ولا شي الكاتبه العامه ديال الوزاره، الدوله مؤسسات، والدوله يعني فيها جلاله الملك، عندنا أمل كبير في جلالة الملك. هناك وزير حكومة جديدة الآن، عندنا أمل كبير في الوزير الأول، وهناك وزير
الصيد البحري الجديد ايضا، يعني اللي هو رجل مشهود له بالصدق، ورجل احنا نتمناو منه الخير ان شاء الله كمهنيين وكابناء المنطقه غيورين على هذه المنطقه. يعني استثمار اصبح مستحيل في بوشدور في قطاع الصيد البحري، ممكن في مجالات اخرى الله اعلم، نتمناو، صعيب جدا. نعم صحيح، هذا لامي نيميرو 1 2021 يعني اللي لونصات الوزاره مؤخرا، عندنا عليه مؤاخذات كبيره. اولا علاه امي وعلاه ماشي ابيل دوفر، علاه ابيل مانيفيستاسيون دانتيري. فرق بينهم، فرق كبير من الناحيه القانونيه، هما بحال بحال في الشكل، ولكن واحد فيه في لو كونتكست اون جينيرال ديالو هما يعني تقريبا متشابهين، ولكن واحد اكثر صرامه قانونيا. لي زابيل دوفر بيبليك يعني معروفين، هذا يعني لامي شابته كثير كثير من الخروقات، انا غادي نحددها لك في الشكل وفي الموضوع. يعني الخلل في الشكل شاب هذا لامي، اولا عدم تحديد الحصه لهذا لابيل دوفر، شحال هذه الحصه اللي غتفرق، كان خاصها تكون محدد معروف، هذا ما محدد فيه. عدم تحديد معايير الاختيار للمشاريع، يعني ما كانش لاغري دو نوتاسيون ديتايي، جميع لي زابيل دوفر فيهم واحد لاغري دو نوتاسيون، يعني معايير الاختيار الشركات، يعني نوطوا لكل شركه رقم واحد رقم جوج رقم كذا وكذا. هذا الدار ولكن غير في لي في لي في لي كوليس، ولكن في البوابه الرسميه اللي انتشر فيها الموقع الرسمي للوزاره اللي انتشر فيه لابيل دوفر، يعني هذا لم يحترم. عدم نشر قرار الوزير القاضي بتعيين لجنه فرز الملفات ودراستها، يعني بما انه انتشر في الموقع الرسمي خاص قرار الوزير يحدد اللجنه للفحص، هذا لم تحدد. عدم نشر النتائج على نفس موقع الوزاره، النتائج ديال الشق الاول اللي دابا السفن بداوا خدمات ما انتشرتش في الموقع الرسمي. عدم مكاتبه المرفوضين وشرح الاسباب لهم، يعني الناس اللي ما تقبلوش في هذا لابيل دوفر خاص الاداره تكتب لهم وتقول لهم ها الاسباب علاش رفضوا ملفاتكم. يعني هذه من ناحيه الشكل، هذه خروقات باينه وظاهره وواضحه للجميع والجميع يتساءل. الخروقات الموضوعيه، اولا هذا لابيل دوفر جاب شقين، شق يعني سموه لا بوان، والشق سموه لانتيغري. لا بوان يعني كيقولوا له التموين الاضافي، وهذا يهم الوحدات اللي تشتغل في الميدان في اطار معاهدات الصيد بين هذه الوحدات، او في اطار دفتر تحملات مع الوزاره. يعني هذه الشركات اللي عاملات يعني في الميدان وعندهم ان اتيستاسيون سانيتير ديال ديليفري بار لانسا، هادو هما اللي عندهم الحق يشاركوا في هذا لابيل دوفر. هذه المعايير غير موجوده في الشركات الموجوده في بوجدور، لانها في طور الانجاز وشركات جديده. اذا 50% قصينا بوجدور تقريبا، اذا كان لامي هو غادي يفرقوها بينهم نورمالمون لانتيغري خاصو يدي اكثر، ولكن ها هما بوجدور تقصاو نهائيا لانهم لا يستوفون هذه المعايير. هذا من ناحيه الشق الاول. الشق الثاني يتعلق بلابوان، يعني المشاريع لي بروجي لي نوفيل بروجي انتيغري. يعني بما ان مدينه بوجدور تقصات في الشق الاول في لابوان، ودخل يعني هذيك الحصه ديال 12500 دابا استفادوا منها وراه خدامين دابا، ولا في الشارج ديال 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 لي ريزلتا باقي ما خرجش، هذا مشكل، وهما خدامين، هذا خرق قانوني. خمسه البواخر هما خدامين في بوجدور دابا، مشي للوزاره سولهم قول لهم البواخر هادو الخمسه الاخيرين باسم معايير خدموا، يقول لك راه استفادوا. اذا علاش ما تبيبليو هذا لابيل دوفر في البوابه الرسميه؟ اذا كاين شي خشونه، كاين شي حاجه ما مفهومه، كاين شي حاجه ما مفهومه، اذا هذا مرفوض. جا هاد لابيل دوفر ديال الاخر الشق الثاني المتعلق بلي بروجي انتيغري، هذا ما فتحوش الاقليم بوجدور، لان كان من المنطقي والمفروض يتفتح غير على وحدات بوجدور لانها تقصات، تفتح للجميع. وبالتالي حنا ننتظروا باقي نتائج ما ظهروا، ولكن ننتظروا على ان بوجدور حتى هي غادي تكون مقصيه في هذا الاطار. اذا هذه ممكن نقول بان هذا المخطط هو لن يختلف عن ما سبقه من اقصاء الممنهج بين قوسين لبوجدور. نعم
يعني هذه نكبة أخرى تنضاف إلى نكبة 2010 لتبقى الحالة كما عليها، وليبقى مدينة بوجدور يعاني، ولتبقى الساكنة يعني آمالها معلقة. وأن هذا النداء احنا موجهينه لجلالة الملك، يعني جلالة الملك أعطى تعليماته، احنا ما يمكننا نتكلم مع جلالة الملك في هذه الإطار لأنه أعطى تعليماته على تنمية الأغانيم، نوجهه للوزير الأول اللي نتمناه أنه الخير، ونوجهه لوزير الصيد البحري الجديد على أن ما يمكن هذا الوضع يبقى كما هو. بوجدور مقصية، الشركات والمصانع واقفة، هذا غير مقبول بتاتا، مع أنه يوجد في قلب لبيوماس، في قلب لازونسي، وبوجدور يعاني ومعد من المدن المنكوبة. إذن هاي الساكنة ماذا ستعمل؟ احنا كان من الممكن الآن نكونوا في بوجدور ونوريكم هالشي، ولكن احنا نتمنى وإن شاء الله الإدارة تصحح هذا الخلل وما نمشوا لخطوات أخرى. نعم الأمل الحمد لله دائما كاينة، احنا في إطار دولة الحق والقانون، مغرب ماشي فوضى، احنا دولة مؤسسات، احنا لدينا جميع الأمل وفرحانين الحمد لله في بلادنا وننعموا بالأمان، ولكن العبد الملحاح، لأن الله يحب العبد الملحاح. إذن إحنا عندنا غيرة على الإقليم، غيرة على إصلاح الأمور، إحنا بغينا نعاونوا جلالة الملك في هذا الإطار. جلالة الملك بغى التنمية، إحنا بغينا التنمية، الجميع بغى التنمية، الإدارة بغى التنمية. إذن إذا كان الوزير جديد حتى هو عنده هذه الرؤية، وأنا أظن ذلك الإصلاحية باش نمشوا لقدام، خاصنا نشوف هذا الإطار ونعالجوا الإشكالات الموجودة. نناشد جميع القوى الحية وكل من يهمه الأمر، يعني ندق ناقوس الخطر على أن ما يقع في بوجدور اليوم هو ضحية مؤامرة لوبي، يعني معروف الآن لدى الصغير والكبير ومعروف الأسباب، أن تحرم مشاريع في بوجدور من حصتها في الولوج إلى المصايد باش تعمل في أمن وأمان وتساهم في تنمية بوجدور، في حين نلقاو دابا دي كونفونسيون تسناو في الداخلة، تسناو دي كونفونسيون، الناس ما عندهم معامل، ما عندهم مالو، واستفادوا من حصص 27 ألف طن وأكثر، يعني آلاف الأطنان استفادوا منها بدون يعني بدون أمباكت على الساكنة. إذن احنا نداءنا مرة أخرى إلى السيد الوزير الأول لتطبيق تعليمات جلالة الملك ولتنزيل النموذج التنموي على أرض الميدان في الشق الخاص بالمشاريع الخاصة، أما الشق العمومي متعلق بالدولة بالعمومي راه الدار ورانا فرحانين به، ولكن الشق المتعلق بالقطاع الخاص لا زال فيه كثير من المؤاخذات وكثير من العقبات، ونتمناه إن شاء الله باش يرى النور حتى هو لتنتعش المنطقة وباش ننمو هذه المنطقة إن شاء الله ونكون عند حصن جلالة الملك. وإحنا ما إحنا كوطنيين وكأبناء عندنا تاريخ نحشم ونلجئ للقضاء ضد الإدارة، مانا باغي ندخلوا معها في الإدارة، ولكن إحنا أملنا كبير إن شاء الله في الدولة باش تنظم هذا القطاع وتهيكله بطريقة صحيحة.